حاضرنا اللي نعيشه الآن سريع جداً، وإحنا سمونا بعصر السرعة مو من فراغ بسبب هذه التقنيات الجديدة. فمثلاً شبكات الجيل الخامس اللي نتكلم عنها تتمتع بسرعة فائقة لدرجة أنهم يوصفونها بالخيالية، لأنها تقدر توصل إلى 800 جيجا في الثانية. طبعاً هذا يساعد في زيادة سرعة نقل البيانات وتقليل الزمن بشكل كبير. برضو شبكات الجيل الخامس بتتيح لنا عرض اجتماعات باستخدام تقنية الهولوجرام، مثل الحفلات اللي سووها للفنانة أم كلثوم، لدرجة إن الجمهور حس بوجودها، وبتكون بسرعة فائقة بحيث يقدر الموظفين الشركات من أي دولة كانوا يجتمعون في نفس المكان وبنفس الوقت. وإحنا ترى مو بعيدين عن اللي يصير، ولازم تعرفون إنه الجيل الخامس في السعودية سجل رقم مهم في خارطة الإنترنت، لأنه يعتبر ثالث شبكة على مستوى العالم وبسرعة أقل من 1 ملي سكند في الثانية. ولازم نعرف إن الجيل الخامس موجود عشان يصلح أخطاء الجيل الرابع اللي هي في اتصال البيانات وارتداد المعلومات. فالفرق الأساسي هو في السرعة. مثل ما يكون عندك سيارة سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، أو سيارة سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، فكل خدمة مميزة بتحتاج إلى سرعة. فالفواتير بتتحول من فواتير اتصال إلى فواتير بيانات، وهذه الخدمة بتكون داعم كبير للصناعة وأيضاً قطاع الأعمال.